صحيح والله. فيما تعرف جماعة فرقة الرياضية جماعية عريقة تس عام 1978، جماعية عمرها 40 عام، جماعية بريسكي وليدة في ولاية توسة وفي الساحل اللي ما عنديش مالح معتها خاص بها، ومعتها اللي جاهل بتاع كل قاعدين ترينيو في الملعب المدرسة الجدائية بطريات في المدرسة متاعهم معتها استاد متاعهم وفي معتها في الظلمة نترينيو ولا أضواء ل لا لي كونديسيون الكل معناتها بالحق معناتها صعوبات كبيره نعانيو منها. وبالنسبه للفريق الكبير قاعدين تو نترينيو في ملعب قصيب التوسه، معناتها قاعدين نمشيو معناتها ندخلوا الاستاد 8:30 نتاع الليل نترينيو حتى 10 نتاع الليل، معناتها لي كونديسيون هذوما في فصل الشتاء كما تعرف معناتها الطقس بارد، لاعبين معناتها اكثريتهم تلامذه وتيديونات والله غالب معناتها الظروف صعيبة معناتها وقابلنا سيد الوالي قابلنا سيد المعتمد حكينا له مع الإشكاليات نتاعنا فهمتني وحضرنا حتى الدوسي كامل معناتها على الجمعية وعلى الظروف نتاعها سواء المادية ولا الانترمون، ولكن ما فماش أذان صاغية وما عرفتش إلى متى هذه الظروف الكل إن شاء الله معناتها يستجيبوا لنا ونشوفوا حل في أقرب وقت لجماعة الفرقة الرياضية. واضح.